Good man. Yes, please. Billy's helped me to go back. كان لي الشرف انني تقبلت المنظمه هذه اللي سميتها رياكت ديزاستر ريسبونس. هذه المنظمه هذه كانت دارت واحد الزياره لهذه المنطقه ديال انكال من بعد الفاجعه، وشفت درت واحد الدراسه وشفت بان الناس عندهم خصاص سورتو في هذا هذا الجانب ديال لي سانيتير تاع النظافه. ابري قرروا باش انهم يديروا انستاليو دي تواليت بالنسبه للعيالات وبالنسبه للرجال، وبيديروهم بطريقه اللي هي مفرقه. دونك كيف كتشوفوا هنا التيران اللي غادي يخدموا فيه، وغادي انستاليو 4 ديال لي تواليت بالنسبه للنساء، وبالنسبه للرجال كاينين تواليت اخرين تما شي 8 ديال التواليت، ولكن ماشي هما اللي دايرينهم، الناس ديال الثوار والمحسنين هما اللي تيبنيو هاد لي طواليت. دونك كيف ما كتشوفوا الناس راهم فرحانين، حيت الاغلبيه ديالهم تيقضيو الحاجات ديالهم هي في الخلاء هنايا وفي الظلام، وكتعرفوا بلي منطقه محافظه والحياء. دونك هاد لي طواليت هادو من بين الحلول اللي الصراحه والاشياء اللي هاد الناس هادو محتاجينها. وكنشكروا هاد المنظمه مره اخرى، ونشكروا كذلك الناس المتطوعين وجميع العمال، وشكرا. صافي جليج بلاش غنديروا التسليسه وندوزو. نعم غادي نصيفطهم لك عندي في الواتساب. دابا نصيفطهم. من بعد ما وقع هذا الزلزال هذا، الناس كاع خرجوا من ديورهم، وهاد الايامات الفايته شدوا هاد الخيام سكنوا كاملين هنايا، وجات لنا واحد الجمعيه بعدا تنشكروها على الطواليتات اللي بيحطوا لنا هنايا، واحد الجمعيه سميتها إن حنا، وتنشكروهم بزاف على قبل النظافه ديال الدوار، حيت راه من الناس ما لقاوش باقي فين يقضيو حاجتهم. ولكن من بعد ما جات هذه الجمعيه ان شاء الله غادي تيسر القضيه. ونيت جات اليوم واحد الجمعيه من انجليز راه بيصيبوا لنا واحد جوج اخرين، ولكن هما بيصيبوهم لنا بيديروهم تموره حيت ما كاينش تما الواد الحر. وتنشكرهم حتى هما بزاف، وتنشكروا الناس كاملين اللي طلعوا لنا. وسميتو راه كاينين الطواليتات نتاع الرجال وديال العيالات، هنا كنا بغينا نديرو ديال الرجال وديال العيالات، بغينا نديرو 4-4 تاع الرجال وتاع العيالات. ولكن فاش بانت هذه الجمعيه ديال الانجليز هذا الصباح ولينا تضرينا نعسلو ديال العيالات، حيت العيالات مجموعين لها والرجال يجيو هنا.